ولحساب ذاتي المنافسة يستقبل اتحاد العاصمة يوم غد السبت سان داونز الجنوب إفريقي. المدرب بلال تزيري أكد أن هذه المواجهة ليست سهلة وهي فرصة مواتية أمام لاعبيه الشباب لاكتساب مزيد من الخبرة. ميكروفون شاهر عبيدي. لا احنا نقول ديما يعني كل يوم نقول باللي لي كومبيتيسيون تختلف، يعني بطولة تاع الجزائر وحدها والبطولة الإفريقية وحدها. احنا خرجنا من البطولة تاع المحلية، اليوم رانا في البطولة الإفريقية هذه. سي فري افيك اون ايكيب تاع سان داونز زون بوكو ديكسبيريونس منا، مي لي جون يفو سافوار يعني ليكيب تاع لوسما اللي لعبت 2017 كونتر لوا كازابلانكا يعني لا دومي فينال، يل ريست توجور 4 جوار دو غارديان اي مفتاحي كودري، سي لي 4 لي بقاو، لا ماجوريتي سي ديجا جوار ايزون 22 ans 23 ans. Il apprend avec notre petite expérience, les joueurs avec notre petite expérience dans cette compétition. Toujours est-il, ils vont apprendre match par match. Et Inch'Allah, on va faire le maximum demain. Même dans tout ça, on va faire le maximum pour arracher les 3 points, Inch'Allah. بون حنا هاد الماتش انا بيان بريباري دوك حنا نحوسو على ليكيب تاعنا، ما نحوسوش على ايكيب واحد اخرى تربح ولا. حنا نبريباريو الماتش تاعنا لهذا تاع سان داونز، ان شاء الله نجيبو له 3 بوان باش نلحقو معاهم ان شاء الله. من جهته قرر مدرب نادي سان داونز الجنوب افريقي بصعوبة المواجهة امام اتحاد العاصمة. They have a very good team. عندهم فريق كويس جدا. Their last two games in the Champions League, they have been scoring first. خسروا مباراتين بس هم بيسجلوا الأول. In Angola, they scored first. في أنغولا هم تعادلوا وهم سجلوا الأول. Over here, when they played Wydad, they scored first. لما لعبوا مع الوداد هم سجلوا الأول. And it's not easy to score a goal against Wydad. One goal is not easy to score against Wydad. صعب إنك تسجل في الوداد هدف وهم أحرزوا هدف في الوداد. And also the people, the public. الجماهير والناس. But they've got good players. عندهم لعيبة كويسة جدا. We came here with huge respect for USMA. احنا جايين نلعب مع اتحاد العاصمة وعندنا احترام كبير ليه. We know the match tomorrow is not going to be easy for us. المباراة بكرة مش هتكون سهلة بالنسبة لنا. But I will try not to concede the goal because we have seen they like to score earlier. هنحاول ان احنا نقفل علشان ما نستقبلش هدف لان احنا عارفين ان هم بيسجلوا. وكان لاعبو نادي سان داونز الجنوب افريقي قد تفقدوا ملعب مصطفى شاكر عشية المواجهة بعدما تعذر عليهم خوض حصة تدريبية أخيرة بأمر من الاتحاد الافريقي للعبة.